جهة اليسرى وهنا جابرييل عمر باتيستوتا الذي يأمل في أن يكون مشاركا في هذا اللقاء، وأعتقد بل أجزم لأن يكون من بين الأندية الإيطالية الموجودة في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي. طبعا في إيطاليا الأربع الأوائل إلى البطولة إلى تشامبيونز. المباراة لا زال فيها الكثير، ودخول الآن لجابرييل عمر باتيستوتا. باتيستوتا يأمل في قيادة وتعود من جديد مونتيلا، خطير جدا يا مونتيلا، رائع جدا، فرصة خطيرة جدا، ولا زالت الكرة لديبياجيو. ديبياجيو يملك الكرة، الإثارة مستمرة، تعود لكونسيساو. كونسيساو في الجهة اليمنى يحاول يمر مع ليما، يلعبها عرضية، تصطاد، تصل ديبياجيو، ديبياجيو حولها، خطيرة لباتيستوتا، حط باتيستوتا والقائم من جديد، القائم الأيمن، وهنا إعادة لكرة مونتيلا في القائم الأيسر، ومن ثم إعادة لكرة باتيستوتا في القائم الأيمن. أي إثارة وأي متعة نتابع مباراة كرة قدم غير عادية يا جماعة. خطأ إذا للإنتر، الإثارة لم تنتهي بعد، لا زال لدى الفريقان الكثير. نتابع الدقائق المتبقية. جميل إلى اللي هو زانيتي، زانيتي داخل منطقة الجزاء، الباتيستوتا حول مورفيو، خطير مورفيو. ريكوبا أعتقد تغييرين لم يكونا موفقين أبدا للإنتر. نتابع الآن كرة تمريرة بينية باتيستوتا، ولكن تمريرة بالخطأ. بالخطأ يا باتي، باتي جور كوبر. كان يفكر في فالنسيا في بطولة الأندية الأوروبية في اللقاء الذي سيجمع الإنتر وروما، عفوا الإنتر وفالنسيا يوم. هذا الرجل بالرغم من أنه هنالك انتقادات على هذا الرجل بالذات من فريق روما، محاولة لفييري، وفييري تقدم، وبيرتزولي فريق روما في تشينزو مونتيلا، وأعتقد أن الكثير يتفق معي في ذلك. كرة الآن باتجاه باتيستوتا، تدخل تصل عند من جديد، ممتاز المحاولة، كوكو في محاولة عرضية وخطيرة، تدخل ممتاز من دفاع روما. تلكم فهد خالد العتيبي الذي يودعكم على أمل اللقاء بكم في مواعيد رياضية قادمة. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.